السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون عن الاعتناء بالشعر. انا جربت حاجات كتير وعملت لكم فيديوهات قبل كده كتيرة جدا عن الاعتناء بالشعر وازاي تعتني بشعرك وازاي تخلي شعرك صحي. بس انا اكتشفت حاجة جديدة وحبيت اكلمكم عنها. هي شوية ممكن تكون غريبة، بس انتوا اكيد سمعتوا عنها في صالونات التجميل وفي العيادات، او سمعتوا عنها عن طريق الانترنت. الحاجة اللي هكلمكم عنها دي هي عبارة عن حقن، زي ما انتوا شايفين كده. هي علبة بيجي فيها 20 أمبولة، مكتوب عليها 20 أمبولة. بتيجي شرايط كده، 5 شرايط كانوا، وانا فاضل لي دول بس. لسه انتي لما تيجي تستخدميها بتفصلي دي عن دي كده، تبقى كل واحدة لوحدها، وبعدين بتاخدي دي علشان تحطيها على شعرك. دي بتكفي الشعر مهما كانت الكمية. بتيجي تلف دي كده، تلف خالص، وبعدين تحطيها على شعرك بعد ما تستحمي وتسرحي شعرك، وما تحطيش اي كريم تاني. الحقن دي مهمتها انها بتطول وتكثف الشعر وتخليه صحي، و يعني بترجع له صحته كده الاولانية. العشرين امبولة دول كانوا ب100 جنيه، جايباهم من صيدلية رشدي. بس وانا في صيدلية رشدي عرفت ان في امبولات تانية معروفة ويمكن ارخص من دول. هي دي اسمها اكتون سكالب تقريبا، اسمها واضح عندكم، ممكن تعملوا سيرش عليها وتعرفوا الحاجات اللي فيها. الحاجة التانية بقى اللي هي تعتبر مصرية او موجودة في مصر وسعرها ارخص، هي الو ايفا اللي بالصبار. انا بصراحة لسه ما جربتش اي حاجة منها، بس انا هوريكم شكلها. ده شكلها، ده مهمته ان هو يكون ضد تساقط الشعر. الصيدلانية قالت لي انه يعني دي بستخدمها مرتين، يعني الامبولة الواحدة تستخدم مرتين، انما دي هي واحدة بس على الشعر كله وخلاص وتترمي. انما بتاعت الو ايفا اعتقد انها بتستخدم مرتين. ايوه، هو مكتوب عليها هنا اهي انها بتتفصل، الجزء اللي فوق ده بيتفصل وبعدين بيرجع يتركب تاني. يعني بعد ما نفتحها نرجع نركبها تاني. انا ما جربتش الو ايفا الحقن دي، بس انا كنت بجرب قبل كده الكريمات بتاعت الو ايفا، لقيتها حاجات حلوه يعني، فمتهيالي ان انا مش هندم ان انا اجرب حاجه من الحاجات دي. ده كان فيديو النهارده عن الاعتناء بالشعر وازاي ترجعي شعرك تاني صحي. اتمنى ان هو يكون عجبكم، اتمنى ان هو يكون فاتكم، وقلت لكم منتج رخيص ومنتج غالي. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.